أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحصة الجديدة من برنامج صحتك كاللباس. كما وعدناكم قبل أسبوعين تقريبا أننا سوف نخصص حصة اليوم للحديث عن آلام الظهر الشائعة وكيفية التأهيل والوقاية. نرحب بضيفنا مشاهدينا الأكارم الدكتور أحمد عايش يونس، أستاذ الأعصاب والتأهيل بجامعة لندن. أهلا وسهلا بك دكتورنا الكريم، شكرا لحضورك معنا. تسلم يا الله خليك. أهلا وسهلا بك. نتحدث عن آلام الظهر، وردتنا العديد من الأسئلة قبل أسبوعين حول مشاكل الظهر. سنتحدث عن أسباب الظهر بعجالة، في 4 أسباب رئيسية وفي صور أكيد حنعرضها ونحكي عنها. تفضل دكتور. إذا في صور كثير بكون جيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة مشكلة ألم الظهر يعني مشكلة بتأرق كل معظم المجتمعات في العالم، مش بس المجتمعات العربية، يعني في الغرب في الشرق في كل المجتمعات. وتقريبا حوالي 75% من المرضى اللي بزوروا المستشفيات بزوروها لسبب ألم الظهر والمفاصل. فالمشكلة كبيرة ومكلفة جدا، في أوروبا مكلفة وفي عند في الوطن العربي مكلفة جدا. حقيقة الأسباب الأساسية لألم الظهر، يعني في أسباب عموما يعني بترجع للسن، كبر السن والغضاريف والفقرات بتبطل تقوم بعملها كما يجب. هاي الأسباب، يعني الأسباب السبب الرئيسي بتكون في التهابات في المفاصل. بس حقيقة الأسباب المشهورة جدا لألم الظهر غير كبر السن واللي بيصاب فيها كثير صغار السن أكثر، اللي هي الإصابات. هاي الإصابات من أكثر المشاكل اللي بتعرض لها الناس، الأكثرها شيوعا. يعني الأكثرها شيوعا، يعني العامل اللي بيشتغل بيروح يعني حامل الثقل أحيانا بدون وعي منه بيصير في عنده انزلاق ظروفي. الرجال اللي بيشتغلوا على المكاتب، السيدات اللي بيشتغلوا على المكاتب كمان اللي قاعد طول الفترة على المكتب بصير عنده كمان توضح ما قلت واضحة. تفضل. فهو اللي بصير قاعدين على المكتب طول اليوم بدون ما يصلحوا حالهم، بدون ما يتحركوا. فاللي بصير انه طول ما هو قاعد ورقبته ممدودة الى الامام وظهره الى الخلف، فعادة بصير في ألم في الرقبة. هذه تعتمد على طريقة الجلوس. طريقة الجلوس، طريقة يعني الخاطئة. واضح بالضبط. البور وركينج بوستشر زي ما بسموها، طريقة الجلوس خاطئة والجلوس كمان لفترات طويلة. يعني النصيحة إنه أنت بتشتغل على مكتب وشغلك على المكتب 8 ساعات، على الأقل كل ساعتين قوم تحرك. هاي الأهم شيء. الشغلة الثانية وزن. بالضبط الوزن، السمنة. السمنة يعني من أهم الأسباب اللي بيعاني منها المجتمع أو المجتمعات عموما، اللي هي السمنة اللي بتعمل تحميل أكثر من اللازم على العمود الفقري. العمود الفقري يعني الفقر بالذات الفقرة الرابعة والخامسة، اللي بصير إنه وزن كثير في تحميل أكثر من اللازم على الفقرات هاي، فبصير عادة انزلاق ما بين الفقرة الرابعة والخامسة. هذا بالإضافة إلى ألم المفاصل وبالذات ألم مفاصل الركبة. يعني الوزن مش بس بأثر على الظهر وألم الظهر، لا، حقيقة بأثر على معظم مفاصل الجسم وأهمها اللي حكينا عليه قبل أسبوعين اللي هي ألم مفاصل الركبة. يعني هاي الأسباب المشهورة. كبر السن، يعني الواحد بالراحة يبتدي يعني التمارين كتير مهمة جدا. يعني ما يقولش والله أنا كبير وما فيش عندي مجال أن أتحرك وأعمل رياضة، ما حدش بيطلب من كبار السن أن يروح يعمل رياضة، يروح على الجيمنزيوم. يعني المشي كتير كتير مهم ومفيد جدا في حالات ألم الظهر. وبننصح عادة كمان بالنسبة للأطفال، يعني هذه المشاكل صارت تأثر على الأطفال من جلوسهم الفترة الطويلة على الكمبيوتر. خلينا نحكي عن هاي الصورة دكتور، لأن هاي مهمة أنه نشرح عنها قليلا ونفهمها أيضا. يعني هذا كيف البوستشر اللي هي كيف وقفة الإنسان. نعم. هذه أهم شغل، يعني شغلة مهمة جدا. أهم شيء لازم نعرف إنه الإنسان واقف في الوضع العمودي. نعم. أنا في عندي مركز في جسم الإنسان اللي هي بسموها الفقرة مش القطنية، اللي تحت القطنية السكرال أريا الثانية. هاي مركز الوزن في جسم الإنسان. في الوقف المضبوط إذا مر مركز الوزن في هذا المركز، فبيكون توزيع الثقل أو توزيع الأحمال من كل أجزاء الجسم بتكون ماشي بطريقة صحيحة على جسم الإنسان. نعم. وبتنزل على الأقدام بالطريقة الصحيحة. نعم. الآن لو نطلع على الصورة كيف لو الواحد مثلا ماشي بالرقبة إلى الأمام. نعم. الرقبة إلى الأمام على طول اختل مركز التوازن. لما اختل مركز التوازن بيعمل ألم، هذا أولا بيعمل ألم، وبعد هيك عشان يتفادى الألم بتزيد
الانحناء. وهذا ليس له علاقة بالعمر إطلاقا، هي يعني بتكون جلسة خاطئة أو يعني وقفة كمان خاطئة. يعني الشغلتين المذكورات اللي هي الكايفوزيس واللوردوزيس سكوليوزيس، هي يعني أحيانا بتكون إصابات خلقية، يعني الإنسان مولود بهذه المشاكل بتكون في العمود الفقري تقوس في الظهر مثلا أو تحدب. نعم تحدب. أي نعم. يعني أحيانا بتكون عبارة عن خلقية، يعني الطفل بنولد وهو صغير. نعم. في الصورة الأخيرة وهي الوقفة الصحيحة المستقيمة يعني ممكن نعلق عليها يعني ومقارنتها بالصور الأخرى. يعني هو الوقفة الصحيحة هي كمان نعلق على الصورة وكمان كيف الناس يعني يكون عندهم استعداد للوقوف. لما بقول لك يعني أنا لما أحط المريض، يعني أحيانا بيجي مريض بحطه بالوضع الطبيعي بقول لي لا أنا مش حاسس إنه أنا مش مرتاح لأن متعود على الوضع الخاطئ. فهي يعني حقيقة أهم شيء أطلع فيه إنه يكون الرقبة مع الأكتاف بزاوية عمودية. أهم شيء لا تكون الرقبة محنية إلى الأمام أو محنية إلى الخلف، يعني نازل بخط عمودي، وبالتالي مع المفاصل مع الحوض عظمة الحوض تكون كمان الحوض مستوي. يعني أحيانا بيكون في ناس واقفين بتكون بنحس إنه في عظمة في الحوض طالعة عن الثانية، فهذه اللي بتعمل اللوردوزيس أو مرض اللوردات اللي بسموه. هاي الشغلات كمان مهمة جدا، يعني الوقف يكون أهم شيء عمودي. هاي الوقفة خاصة بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأطفال تلاميذ يعني طلاب المدارس أيضا دائما الشنطة تكون مليانة أغراض. هذا خطأ يعني في البداية، هذا خطأ. والطريقة أنها بتكون مليانة كمان الطفل وحملها وحاني ظهره وماشي. يعني في شغلة يعني في بريطانيا عموما الآن منعوا الطلاب يأخذوا شنط ثقيلة، بالتأكيد. لذلك هنا كل المواد ومعدات موجودة الطفل بتكون موجودة بالمدرسة، يعني يدوب الطالب يأخذ كتاب ودفتر، دفتر واحد عشان يعمل الواجب فقط. نعم. وكل باقي كل أوراقه وكتبه وكل ما يلزمه. وهذا حماية للطفل ولظهره ولصحته، يعني طبعًا حتى ما يحمل أشياء ثقيلة. بالتأكيد حمالة. وهناك أيضا في فكرة أخرى أنه بدل ما يحمل على كتفه على ظهره يحملها مثل تبعت السفر، يعني زي ترولي باك. يعني ممكن في الوطن العربي حقيقة مش كل الشوارع عندنا مرصوفة عشان صحيح. فبدناش نثقل على الأهالي أو على الحكومات العربية. بس كمان في شغلة مهمة جدا، بقول لك شفت الطفل حملها على ظهره صحيح. الآن في طريقة بقول لك لو حملها على الأمام من الأمام هي وضع الشنطة على فكرة بيصلح من الوقوف تبعه، يعني بدل ما يحملها من الخلف لا بيحملوها من الأمام. وكثير بننصح ناس إنه أنت وضعك يعني في عندك تقوس في تحدب في الظهر، فحاول إذا بدك تحمل الشنطة ما تحملهاش من على الظهر، احملها من الأمام. وهذا ما يحملها على الأمام تلقائي بروح عادل نفسه ويعني واقف الموقف المضبوط. هذا دكتور ما يحدث للمرأة يعني اللي والدة جديد، يعني عادة تضع ابنها في هيك تلبس مثل صحيح، يعني تخليه على بدل ما تخليه على ظهرها بتخليه من الامام. يعني احنا شفناهم في افريقيا عموما بيحملوا الطفل على الظهر صحيح. بس حقيقه في الغرب والدول الاسكندنافيه كثير لاحظت في الدول الاسكندنافيه لا بيحملوه على الامام. صحيح. يعني قضيتين بالنسبه للمراه، احنا ما حكيناش عن قضيه احد اسباب الظهر اللي هو الحمل والولاده وتكرار الحمل والولاده وضعف العضلات عموما اللي بصير. فبالتالي بتكون المراه فتره الحمل ظهرها ضعيف اوريدي، يعني الظهر ضعيف واجى طفل وبدها تحمله على الظهر فبزيد ضعف ومشاكل الظهر. فبالتالي يا ريت يعني بعد الولاده في تمارين مخصصه بعد الولاده للسيدات عشان تقويه عضلات الظهر والبطن بهي الدرجه. الطريقه الثانيه تحاول تحمل طفلها بالوضع السليم اللي تحطه من الامام، من الامام بيعدل الظهر تلقائي، يعني مش محتاج انا احكي للمراه او للراجل حتى اللي بيحمل الطفل مش محتاج احكي له اعدل ظهرك، لا اوتوماتيكي ما دام صار الوزن على الصدر بيروح هو رافع ظهره عشان يقدر يحمل ويصير في تكافؤ في الوزن على جسم الحامل. نعم. ذكرت موضوع الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر، ويمكن هاي مشكلة نعاني منها جميعا كل صحيح. الموظفين والعاملين في هذا المجال. يعني الطريقة الصحيحة في الجلوس أحيانا الإنسان لا ينتبه، يعني يمكن بيعرف كيف الطريقة الصحيحة ولكن انشغاله بالعمل يجعله لا يركز على موضوع ظهره. صحيح. بس يعني بحس فيها بعدين لما يرجع على البيت. شغلة مهمة جدا. يعني أهم شيء للي بده يقعد أمام الكمبيوتر تكون السكرين المونيتور تبع الكمبيوتر أمام العين بزاوية قائمة. الصورة هون توضح ذلك بالضبط، يعني زاوية قائمة أمام العين هاي أهم شيء. إذا كانت الشاشة أعلى
أو أوطى بتسبب مشاكل في الحالتين. إذا كانت أوطى بسبب تحدب في الظهر، إذا كانت أعلى بسبب مشاكل في الرقبة لأنه يرجع رقبته إلى الخلف. طيب إذا هون عم نحكي مثلا عن اللابتوب اللي هو مش الجهاز اللي على الطاولة، اللابتوب لازم أرفعه، والجهاز اللي على الطاولة يعني بأي شكل من الأشكال لازم اللابتوب ترفعه بحط, بحط كتب تحته في بوكسز بحطه تحت لما نسير على مستوى العين بشكل عمودي على النظر. هاي قضية مهمة جدا، وحقيقة أنا مش كتير يعني بهتم في كبار السن أو اللي بيشتغلوا. المشكلة الآن في الأطفال، صحيح. يعني حقيقة هي مشكلة المشاكل في الأطفال، أولا جالسين على الكمبيوتر أو اللابتوبس أو الآيباد ساعات، هي رقم واحد. رقم اثنين وهم جالسين قاعدين بيأكلوا باستمرار، فبالتالي الأكل بدون حركة بيعمل سمنة عندهم. غير هيك أنه الطفل هو قاعد بيفضل قاعد على نفس المكان فترات طويلة جدا وما بيعدلش من وضعه أبدا، فهي بصير الطفل عمره 12 سنة أو 13 سنة وبيشكي من مشاكل الظهر وألام الظهر، وهي شغلة فعلا خطيرة جدا إنه ننتبه لأطفالنا، ننتبه لأولادنا بالضبط. يعني الطفل يقعد على الكمبيوتر على اللابتوب ساعة، بعد ساعة يروح يتحرك، لازم يتحرك وبعد هيك يرجع، يعني يعملوا له أهله برنامج معين، وإلا حنوجد أنفسنا كل شبابنا في المستقبل كلهم بيعانوا من ألام الظهر ومشاكل الظهر. هي تبدأ من مرحلة مبكرة وتستمر معه مدى يعني الحياة. يعني عمرنا ما شفنا طفل بيعاني من مشاكل في الظهر أو ألام في الظهر إلا إذا كانت في إصابات. الآن في كثير من المرضى بي 12-13 سنة بيقول لك أنا في عندي مشاكل في الظهر، وفي شباب 15-16 سنة بيقول لك أنا بدي أروح أعمل عملية غضروف. شو أنت لسه شباب؟ يعني نحن عم نتحدث عن الغضاريف، هاي الصورة بالضبط، يعني هاي الصورة واضحة جدا. يعني هي اللي بصير عادة إنه المسافة ما بين الفقرات متساوية، وفي المنطقة القطنية اللي هي بصير فيها المشاكل عموما المسافة ما بين الفقرات من حوالي إلى 7-11 مليمتر، اللي هذا سمك الغضروف. اللي بصير أحيانا إنه مع الحمل الثقيل أو الشغل أو الإصابات اللي بتصير إنه الغضروف بصير الفقرات بتضغط على الغضروف. لما تضغط على الغضروف مكونات الغضروف من الداخل تخرج، لما تخرج وين بدها تروح؟ باتجاه الحبل الشوكي. بس أول شيء بقبلها وهي خارجة اللي هو الأعصاب، وأهم عصب بيكون قريب جدا من الغضروف اللي هي في الفقرة الرابعة والخامسة اللي هو بيسموه عرق النساء. وعرق النساء مش عشان بصيب النساء، لا فكرة خاطئة، هو اسمه عرق النساء سياتيك نيرف. ولما يصاب هذا العصب بيسبب آلام مبرحة لدرجة إنه المريض بيبطل يشعر إنه في عندي آلام في الظهر، بقول لك أنا ما في عندي آلام في الظهر، كل مشكلة الآن في الفخذ وفي القدم، آلام حادة جدا وشديدة جدا لدرجة إنه المريض لا يستطيع النوم، لا يستطيع الحركة، وأحيانا كمان ما بيستجيبش للمسكنات. في هيك حالة نحكي الآن وجبت العملية الجراحية. دكتور عندما نتحدث عن هذا الموضوع، يعني أنت ذكرت الآن أصبحت هذه المشاكل تصيب الشباب مش فقط صحيح الكبار، صحيح يعني صحيح. في عهد سابق ربما كنا نعلم أنه فقط الكبار يتعرضوا بالضبط، يعني لما يقول لك واحد ظهره أجعه بقول لك ما يعني الله يعطيه الصحة، العمر الله يعطيه الصحة. بس الآن لا، لأن قضية مختلفة تماما. يعني عادة الشباب يشتكون من مشاكل لما يكون في حوادث، حوادث سير. الآن حقيقة في العيادات بنشوف مرضى ظهر شباب أكثر بكثير من كبار السن. والله كبار السن يعني بيسمع النصيحة وبيتبع النصيحة وبيمشي عليها، بس الطفل أو الشباب يقول لك لا لسه يعني الحياة قدامي. نعم. كثير من الناس دكتور بتشتكي من آلام أسفل الظهر، يعني هي كمان شائعة بشكل كبير. هي معظمها آلام أسفل الظهر، هي يعني معظمها يعني أكثر، ليش؟ إنه كل تحميل وزن الإنسان على أسفل الظهر بسموها الفقرات القطنية الخمسة. نعم. وأكثر الفقرات اللي بتتعرض للإصابة اللي هي الفقرة الرابعة والخامسة أو الخامسة والسكرة الواحد S1. أي نعم. العصوصية هي بسببها. طيب نتحدث عن أهمية الحفاظ على يعني هذا الجزء من العمود الفقري دكتور. يعني أهم شيء حقيقة الحفاظ على هاي المنطقة التمارين الرياضية حقيقة، وبنبتدي بأبسط التمارين الرياضية اللي هي المشي. يعني الجلوس فترات طويلة، يعني أنا ما بنصح أي واحد يكون جالس على الكرسي أكثر من ساعتين، بعد ساعتين تفضل قوم اتحرك، يعني روح بدل اكثر من ساعتين ولا اكثر من ساعه، يعني هو يا ريت كل ساعه بس بقول لك انا يعني طب كل نحن ساعه نعمل نقعد ساعه ببرنامج ساعه بعد الساعه رح نمشي على طول رح نتحرك ان شاء الله. فيعني اهم شيء التمارين الرياضيه هذه الشغله مهمه جدا ومطلوبه جدا، وما في شيء بيحافظ على العمود الفقري بالذات المنطقه السفلى قد الحركه. يعني انا بدي اعمل حركه، اذا كان ما بديش اعمل تمارين مرهقه وما فيش عندي مجال اني اروح على الجيمنيزيوم وعمل التمارين المفروض تنعمل، على الاقل اعمل عمليه المشي.
المشي شغله مهمه جدا، وفي اثناء المشي بصير الحركات، واهم شيء انه المفاصل الصغيره اللي في الفقرات يصير فيها حركه الى حد ما. هاي شغله. الشغله الثانيه، في كثير من التمارين المفروض تنعمل، تمارين الضغط، تمارين البايسيكل، هاي الستيشنري بايسيكلز، يعني كل هالشغلات هاي مفيده جدا للظهر. السباحه كثير قضيه مهمه جدا، مفيده ولكن ايضا يجب الحذر، يعني في بعض الرياضات لا تناسب اي شخص. كل بالتاكيد، ما انا بحكيش لانه في ناس بتروح بتعمل اي رياضه لا يعني تكون هي عندها مشاكل، ممكن الرياضه تزيد من مشاكلها. كل جيمنيزيوم في مدرب، المدرب المفروض انه بيعرف شو بيناسب هذا الانسان او بيناسب هذا الشخص من خلال مثلا تاريخه الصحي، لانه ممكن يكون عنده مشاكل في الظهر. يعني لازم المشرف على الجيمنيزيوم ياخذ التاريخ الصحي للمريض. يعني انا بدي اقبل عضو عندي الان في بريطانيا، عشان يقبل عضو في استبيان، بعبي الاستبيان، ومن خلال الاستبيان بيعرف شو الشغلات اللي بتناسب اللي هذا المريض مسموح له، وبالتالي بيوصف لي اياها. بس مش ما قلت انا نروح نعمل التمارين الكل يروح يطلع يجري يقول لك الدكتور حكى تمارين فبالتالي بدي اروح نعمل اي شيء او كل شيء. لا، كل شيء له حدود وفي حدود معينه. نعم، في هاي الصوره ايضا يا ريت نشوفها مع بعض، صوره توضيحيه. يعني هذا الغضروف، يعني هذا الشغل الواضح هو الغضروف. وكمان في شغله مهمه جدا، يعني هذه الصوره بتبين كمان طبقات العضلات اللي بتعمل على تثبيت الفقرات في مكانها. في عندي نوعين من العضلات، في عضلات طويله جدا، العضله اللي بتبتدي من اول الظهر الى اخر الظهر، هذه العضله المعروفه وهي اللي بتسبب المشاكل. بس كمان العضلات اللي شايفينها، العضلات الصغيره جدا اللي بتمسك كل فقرتين مع بعض، لانه الفقرات المسافه بينهم مش بعيده، ففي عضلات صغيره جدا هاي اللي بتمسك الفقرات وبتثبتهم في وضعهم. اذا كان في صار عندي ضعف في هاي العضلات، فبالتالي بصير الفقرات ممكن تتحرك بإنسيابية أكثر، ومن خلال تحريكها هذا كمان بتؤدي إلى أنه الغضروف اللي بين الفقرات يطلع إلى الخارج ويؤدي إلى ضغط على. ليش المرأة تعاني من مشاكل في الظهر أكثر من الرجل، وتحديدا في ضعف الفقرات والعضلات؟ الحمل بالدرجة الأولى، يعني شغلتين حقيقة، اللي هي الهرمونات. عند المرأة في هرمون بسموه اللاكسين اللي هو عشان تكون مفاصل المرأة عندها قابلية للحركة أكثر من مفاصل الرجل، وهذا كله استعداد للولادة حقيقة يعني. والحمل هاي شغل الهرمون هذا. بس الشغلة الثانية في فترة الحمل، أنت تخيلي إنه لو جبنا يعني أستيكة وفردناها لمدة 9 شهور، وبعد هيك أجي أرجعها، هل بترجع بنفس الشدة؟ لا طبعا، بتكون ضعفت تماما. بس بترجع بتقوى مرة ثانية مثلا؟ يعني بالنسبة للعضلات اتمددت عندي مدة 9 شهور. لما تتمدد 9 شهور بدها ترجع لطبيعتها، لما ترجع لطبيعتها بتكون ضعفت. بس تاخذ وقت يمكن عبال بالضبط بتاخذ وقت. فبالتالي احنا في تمارين مخصصة للنساء بعد الميلاد انه تعمل تمارين لتقوية عضلات البطن والظهر، وعشان هيك النساء معرضات اكثر لآلام الظهر من الرجال، لانه الحمل والولادة والاشغال البيت طبعا. آلام الظهر لا تعني وجود مرض أو وجود مشاكل في العمود الفقري. لا، الألام مش دائما يعني. الألام هي أعراض. أعراض لوجود شيء. يعني. لوجود شيء. فأنا أجا مريض بقول لي أنا عندي ألام في الظهر، هذا أحد الأعراض. طب شو السبب؟ هل السبب ضعف العضلات؟ هل السبب الولادة. في الولادة؟ ما هو الولادة ضعف العضلات. هل السبب إنه في الفقرات قريبة عن بعض والغضروف خارج؟ هاي الأسباب اللي إحنا بنعالجها. أما اللي بصير عادة إنه أنا في عندي ألام في الظهر، هذا أعراض. الطبيب اللي بيعالج الأعراض بده يعطي مسكنات، إذا بتعطي مسكنات ما هو السبب لسه موجود. هاي كمان قضية مهمة جدا، العلاج لازم نعالج السبب ما أعالجش العرض، لأنه لو بدي أعالج العرض بعطيه مسكنات بخف بيرجع لي بعد شهر أو بعد شهرين، وبصير المريض بمر في حلقة مفرغة، يعني كل شهرين ثلاثة طالع على الدكتور. ومرات ما بروحش على الدكتور، يعني بوجعوا ظهره وبياخذ المسكن بروح على الصيدلي. وهيك نحن بنعمل بصير، بس يعني هنا لا لازم يروح على الدكتور. فاللي بصير المريض يلف في حلقة مفرغة حقيقة، وهي شغلة كثير خطيرة، وهذه بتأثر اقتصاديا كمان على المريض وعلى البلد، لأنه أنت كل شهر بدك تروح للدكتور، كل شهر بدك تأخذ إجازة الألم بالضبط. فبالتالي يعني النصيحة إنه من البداية أجاني مريض بآلام في الظهر أعرف شو السبب، وأعالج السبب من البداية. إذا كان السبب ضعف العضلات، أنا في عندي مجموعة تمارين ممكن
نعطيها للمريض، او حتى المريض روح اعمل سباحه، روح اعمل الجيم، بس تمارين اللي حدد اياها تمارين خفيفه، وعمري ما ابتدي في التمارين القويه العنيفه. نعود الى موضوع المراه، هل العضلات ممكن ان يتم تقويتها بعد ان تضعف؟ اكيد اكيد جراء الولاده اكيد بيتم تقويتها، بس كمان في شغله مهمه جدا، يعني صعب جدا انه العضله اللي ضعفت ترجع 100% زي ما كانت. صعب، يعني بترجع 90% 95%. طب منيح، بس احسن من بس مش 100% منيح كمان بعد حمل ولاده كمان ولادة مره ثاني مره، يعني مع كل ولاده في ضعف. بالضبط، مع كل ولاده في ضعف، هذا الثمن اللي بتدفعه امهاتنا طبعا عشان يجيبونا. بتضلها قويه طبعا، قويه بال مش بس بالجسم، لا قويه بالعقل والتصميم، يعني التصميم عند المراه هو القوه حقيقه. والمرأة المفروض يعني في مجتمعاتنا تدير بالها على حالها أكثر من اللازم، يعني باستمرار تعمل التمارين بعد الولادة. يعني النصيحة أنه حتى بالذات في بلادنا اللي بتجيب 4 أو 5 أطفال، يعني مع كل طفل بصير ضعف العضلات. صحيح. فبالتالي أنا أحاول بقدر الإمكان أرجع العضلات، أنه ما تهمل قوية نفسها جدا ترجع، يعني بعد الميلاد أرجع العضلات قوية 95% عشان لما يجي الطفل الثاني تضعف العضلات أحاول أرجعها 90%. طيب المرأة عادة تهمل نفسها بسبب تربية الأطفال وكذا، يعني هل هي من مسؤوليات الطبيب أنه يقولها لازم يعني تمارس الرياضة؟ طبعا بالتأكيد، يعني هو المرأة ما بتجيش على الطبيب بتقول والله أنا أهملت نفسي، طبعا تيجي بتقول والله أنا عندي ألم في الظهر. طيب نجلس نعمل الفحص الكلينيكي، طب شو الأسباب؟ والله أنا طول النهار مثلا واقفة في المطبخ طول النهار. فبالتالي هي من الأسباب، هي الطبيب بيبتدي دوره في دور الإرشاد. نعم. يعني وقفة المطبخ لازم أنت تاخذي بالك منها، الحمل المتكرر طب أوكي ممتاز، يعني ما حدش بيقول لك ما تحمليش، بس أنه بعد الميلاد مفروض تعملي هاي التمارين الرياضية لتقوية العضلات. فبالتالي صارت مسؤولية المريض هو يعطي النصيحة للمرأة كيف تدير بالها على حالها وكيف تاخذ نفسها بالها من نفسها. نعم. نحكي أيضا عن الأطفال الآن، يعني صار مشكلة الأطفال كلهم بيعانوا من ألم في الظهر. صحيح. يعني شيء مستغرب دكتور. لا مستغرب وخطير حقيقة. خطير. يعني الخطورة فيه إنه إحنا بنتفرج على أجيال قادمة تكون كلها بتعاني من ألم الظهر. يعني كيف الدولة بدها تنشأ مع جيل قادم كله قادم كل مشاكله ألم الظهر، سمنة وألم الظهر، والسمنة كمان المشاكل اللي بتعملها في المستقبل. فهي شغلة خطيرة جدا، المسؤولية هون حقيقة على الآباء والأمهات، على الأهل والأهل الآباء الأمهات الأخوة الكبار في السن، هو الدور الكامل بيجي عندهم إنه كيف يبتدوا يعملوا النصيحة بالراحة مع الطفل، كيف يبتدوا يمرنوه على أن الجلوس في فترات طويلة على الجهاز الكمبيوتر على الآيباد هذه خطيرة، وكيف أنه ممكن يبتدي يتمشى بعد فترة، يعني كل هاي فترة الجلوس. بس في أحيانا بعض الأطفال بتمددوا، يعني بتلاقيهم متمددين. هذه كمان هاي أخطر، يعني بتمدد وبتلاقي حتى الرقبة تنكسر بعد شوي، يعني هي الوحدة جنبه المرفوع. كيس الشيبس مثلا أو العصير أو العصير أو الكولا بياكل وبيلعب وفيش حركة أبدا، يعني زيادة وزن ومشاكل ومشاكل في الظهر والرقبة، يعني مهما كان يعني بيكون نايم على بطنه مستلقي على بطنه لفترة معينة، بعد هيك تلاقيه عدل حاله، لما يعدل حاله صار في اعوجاج في منطقة في العمود الفقري، بظلوا على هذا الوضع فترة طويلة، فبالتالي المشاكل عمالها بتزيد يوم عن يوم في المجتمعات العربية عندنا حقيقة، يعني والغربية كمان. مراقبة يعني الأطفال جدا هي مسؤولية الآباء والأمهات، إشغالهم في أمور أخرى تجعلهم يتحركوا ويمارسوا الرياضة يعني مثلا. بالضبط هي الرياضة، يعني كثير يعني في المجتمعات الغربية لازم يكون عندهم النوادي، يعني كل الأطفال بيكونوا مسجلين في النادي، لو مش شرط يكون كل يوم يروح على النادي بس هو مسجل، يعني على الأقل أهليهم بعد المدارس بيعطوهم ساعة أو ساعتين في المدارس كمان نفسها، في المدارس نفسها في صالات الألعاب الرياضية وهذه موجودة. صحيح. في معظم المدارس، فبالتالي بيحاولوا يعني ياخذوا بالهم من أطفالهم حقيقة. نعم. أكثر من نعم. المجتمعات. نتحدث عن مشاكل الظهر عند كبار السن دكتور، وهذيك الحصة قبل أسبوعين كثير من المشاهدين. صحيح. حكوا عن مشاكل الظهر والآلام اللي بتصيب الظهر، وفي ناس أيضا تخوفت من مسألة العمليات. أكيد. يعني في كثير من الناس بتفضل أنه يكون في مثلا تأهيل أو أساليب أخرى للعلاج بدل العملية. وأنا حقيقة مع هدول اللي ضد العملية، أنا يعني شخصيا ضد العملية الجراحية في الظهر، لأنه مهما كانت العملية جيدة بيظل إلها مساوئها.
فنيجي عن الأسباب عند كبار السن. أسباب الآلام الظهر عند كبار السن رقم واحد ضعف العضلات لكبار السن، هاي رقم واحد. رقم اثنين الالتهابات الروماتيزمية اللي بتصير في الفقرات، وهي الالتهابات بتصير كل المسنين، يعني هو بسموها الديجنريشن. بصير ديجنريشن ليش؟ لأنه الغضروف من ساعة من ولدنا لغاية لما نكبر وأنا بستخدم هذا الغضروف أكيد. فبيضعف الغضروف أكيد. يعني هي اللي بسموها الروماتيزم، هي يعني حقيقة ضعف الغضروف من كثر استخدام الغضروف. من كثر ما استخدم الغضروف بصير في تهتك في الجدار. يعني التهتك هذا اللي بسموه أوستيوأرثرايتس، والالتهابات الروماتيزمية الحادة، هاي هي احد اهم اسباب المشاكل في الظهر عند كبار السن. طبعا لما يصير في تهتك اللي بصير بيضعف كمان الغضروف، الغضروف بصير معرض انه يخرج، معرض انه يكون يصيب العرق النساء اكثر، فبالتالي بتكون الامراض او الالام عند كبار السن صحيح اسباب يعني مختلفه عن صغار السن، مش حوادث عموما. فالمفروض في كبار السن يعني اهم نصيحه لكبار السن انه الحركه باستمرار. وانا ما زي ما عادة كبار السن تقل عندهم الحركه، يعني عشان لانه بتعبوا من الوقوف وبتعبوا بالدرجه الاولى. يعني كبار السن الحركه، وانا لما احكي الحركه انا ما بطلب من كبار السن يروحوا يلعبوا في الجيمنازيوم. شو يعمل؟ المشي، يعني حكي المشي مثلا يوميا. المشي هذا شغل مهم جدا عندنا كمسلمين. الصلاه من اهم شغلات، يعني كل على فكره الحركات التمارين الظهر اللي بنعطيها للمرضى معظمها حركات الصلاه. وافضل حركه فعلا اللي عنده ألم الظهر السجود. السجود في مرحلة السجود بيكون العمود الفقري في وضع بحيث أنه جاذبية الأرض بتعمل ضغط من الخلف على العمود الفقري وبتعمل مساواة. فالإكثار من السجود، يعني في كثير من المرضى الغير مسلمين لما يقول لك أنا مصير في عندي مشكلة ما برتاحش إلا في هذا الوضع، بروح بيعمل وضع السجود. فإحنا بالتالي أحرى فينا لا منه عبادة صحيح. ومنه تمارين لعلاج ألم الظهر. هاي شغلة مهمة جدا. هذا لو تمكن كبير السن أو السيدة الكبيرة المسنة من الركوع والسجود، يعني ممكن أحيانا بيقدروش. صحيح ما بيقدروش لأسباب، يعني الوزن، مشاكل الركبة، مشاكل الركبة بالدرجة الكبيرة، مشاكل الركبة حقيقة. بس اللي ما بيقدرش مثلا يعمل السجود ما فيها مشكلة، يعني ممكن يعمل الركوع وهو جالس على الكرسي. الركوع كمان صحيح. مهم جدا، يعني الركوع، يعني الركوع فيه حركة التمارين للظهر، الحركة الى الامام والخلف، فهي فيها تمارين لعضلات البطن وعضلات الظهر. احنا حكينا السجود فعلا افضل وضع، بس لا كمان الركوع مهم جدا. والقيام والجلوس هاي كلها شغلات مهمة جدا في الألم الظهر. عندنا اتصال من تونس. دكتور الاخ مجيد، اهلا وسهلا بك. اهلا بك مجيد من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الأنوار، تفضل أخي. أهلا وأهلا وسهلا بالدكتور. أهلا بك. أهلا بحضرتك، تفضل. بالله أنا عندي طفلة في الظهر. نعم. تثبت لي في مادة عندي في الإحساس في الأصابع بتاعي. يعني مثلا اي حاجه بصوابعي ما نشعرش بها، يا اما نطيحها ثم نشعرش بها. لما تمسك حاجه بايدك ما تشعرش فيها. نعم، فاقد الاحساس بين الاصابع. الايد ولا الايدين والرجلين، ولا فقط اليدين؟ لا اليدين. اليدين فقط. مشكلتك بالظهر يعني في الام؟ بالرقبه. عنده في الرقبه. في الرقبه. نعم. شكرا على سؤالك. ان شاء الله دكتور حيجاوبك على سؤالك بكل تاكيد. معنا اتصال من الاخ محمد. من اين اخ محمد؟ من المغرب. اهلا وسهلا بك اخ محمد، تفضل. تحيه ليك وتحيه للدكتور احمد. اهلا وسهلا. شكرا لكم وشكرا على الوقت. هذا الوقت لانكم تصلتم سابقا ووعدتوا انكم اليوم سيتحدث الدكتور عن الظهر. الصوت غير واضح أخ محمد، ممكن تعلي صوتك شوي؟ لدي سؤال للدكتور. تفضل. أريد من الدكتور أن يقول لنا هل ممكن للقولون المصران اللي كان طيب، هل ممكن أن يعطي آدم إلى الظهر؟ هذا من جهة. وثانيا الركوب على الدراجة النادية ذات ثلاث عجلات، هل ممكن أن يؤدم على أسفل؟ أن يؤدم على أسفل الظهر؟ وشكرا لكم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا على اتصالك. معي اتصال آخر، الأخ نبيل من الجزائر، أهلا بك، تفضل أخ نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك، تفضل. سلام على الدكتور. تسلم، الله يسلمك. دكتور، عندي التهاب حاد على مستوى أسفل الظهر، وخاصة في الأربطة المفصلية الفقرة الرابعة والخامسة ولمدة سنوات. فقرات الفقرة الرابعة والخامسة. والخامسة، نعم. شكرا، انقطع الاتصال أخ نبيل، ولكن يمكن عرفنا السؤال. الأخت فريدة، من أين أخت فريدة؟ السلام عليكم. أخت فريدة من الجزائر، أهلا وسهلا بك. أخت فريدة. وعليكم أهلا سيدتي، تحياتي لكم. أهلا بك، تفضلي. عندي مشكل في الظهر، أنا عندي ألم في الظهر حاد يعني في منذ سنين، أبلغ من العمر 56 سنة. نعم. وهذه الأيام يعني عندي مشكل حاد في أسفل ظهر الجهة اليمنى، وكأنها يعني باش نقول لك ديشارج إلكتريك، مانيش عارفة كيف نقولوا، كأنه وعكة كهربائية ولا الجهة اليمنى، يعني قريب من الحوض. الجهة اليمنى بنزل الآن. نعم، قريب من الحوض. نعم. واضح. شكرا الحوض. شكرا يعني. نعم نعم، جدا ألم حاد. صحيح صحيح. أشكرك أخت فريدة، إن شاء الله تسمعي الإجابة بعد قليل من الدكتور. نأخذ اتصال جديد من الجزائر أيضا، الأخ طيب. السلام عليكم. بطيب عبد الوهاب من الجزائر. أهلا وسهلا، تفضل أخي، تفضل. مع المباشر أختي. نعم. الله يسرك، أنا مشغل بدي مثل الدكتور، أنا كنت ضد عمليات في تونس. نعم. عندي قال لي الدكتور عندك مضيق، عندك انسداد في الفقرات مع تسريح العصب. نعم صحيح صحيح. انسداد في الفقرات مع تسريح العصب في تونس، في تونس في عمليات في مدة شهرين على الكات والسنك الرابعة والخامسة. نعم. كيف وضعها الآن؟ الوضع هذا اليوم عندي يومين بس جيت من تونس، أنا درت عملية بس نفس الوجع نفس الوجع في الساق. طيب ان شاء الله اليمنى في الساق اليمنى نفس الوجع، نفس الوجع عرق النساء. نعم. طيب ان شاء الله اكيد الدكتور حي يعني يوضح لك بعض الامور ان شاء الله اللي تساعدك في الشفاء العاجل. ونحن نعرف انه في تونس الطب متطور جدا يعني، وفي اطباء ومختصين يعني ما شاء الله عليهم، وكفاءات عاليه في تونس. وكمان كثير من الدول على فكره من الشعوب الدول بتروح تعالج هناك، من ليبيا والمغرب يعني والجزائر تونس حقيقه تونس ومصر مراكز لالام الظهر، يعني حقيقه دول. نعم. حتى في التاهيل جداً. دكتور طبعا أحمد طبعا في التاهيل يعني بعرف حقيقه يعني الان التونسيين من اشطر يعني صاروا يعملوا العمليات بالليزر الان، مش محتاج العمود الفقري. نعم. بطلوا يعملوا فتح في الظهر الان، صاروا يدخلوا له فتحه بسيطه عن طريق الليزر. نعم. ويشيلوا الغضروف حتى في التاهيل والعلاج الطبيعي هم يعني ماهرين ما شاء الله. يعني هاي دعوة لزيارة تونس طبعا. نأخذ اتصال أيضا من الأخ عاشور من باتنا بالجزائر، أهلا وسهلا بك، تفضل أخ عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، أهلا، تفضل. أنا عندي انفصل في كرعية من تحت. نعم. منفصل تاعي دروني شوية السيجار. الركب عندك مشكلة في الركبة؟ لا لا ما عندي حتى مشكل في الركبة، لكن وين كنت كسل هكذا نبقى قاعد يضروني شوية رجلية يضروني، وعندي يعني أسفل الظهر. عندي في أسفل الظهر مشكلتك أخ عاشور؟ عندي والو في الظهر، والو ألم في الظهر. وعندي وش اسمه حاجة ثانية، تفضل. عندي النس نتاعي هشاك ناقصة ما كانش. شنو ناقص غير عن ألم الظهر؟ توضح لي فقط أو تعلي صوتك. ما سمعتش النقطة الثانية اللي بتعاني منها، ممكن توضح لي؟ نعم، يعني أنت تشكو من ألم في الظهر. نعم. أشكرك أخ عاشور على الاتصال، الصوت غير واضح، يعني سمعناهوش بوضوح حقيقة. معظم الأسئلة يعني بتدور في محور واحد، والإجابة عليها تقريبا كلها بحد ما إلى حد ما متشابهة، ولكن في شخص سأل عن الرقبة والخدر الأطراف. هو نفس الفكرة، لا سواء عن الرقبة أو للظهر. اللي بصير إنه
بيصير الفقرة خرجت على مكانها، يعني انزلاق غضروفي. ولما صار الانزلاق الغضروفي هذا صار ضغط على العصب، لما ضغط على العصب العصب سكر، لما يسكر العصب ببطل يحس في الأطراف. في الحالات هاي حقيقة يعني توجب العملية الجراحية. يعني أنا في البداية حكيت أنا ضد العملية الجراحية. العملية الجراحية بنعملها في ثلاث أسباب، ثلاث أسباب فقط، اللي هي واحدة منها إذا في ضغط على العصب والإنسان بطل يشعر في الإيد أو في القدم أو صار فيهم شلل، هاي السبب الأول. السبب الثاني إذا كان في ألم عند المريض والألم مستمر مدة 24 ساعة وما بيستجيبش للمسكنات الحيوية، للمسكنات يعني ألم 24 ساعة وما بيستجيبش للمسكنات، بنحكي تعمل عملية جراحية. أو القضية الثالثة أو السبب الثالث إذا كان المريض فقد التحكم في البول والبراز، إذا فقد التحكم فيهم، هذول ثلاث أسباب. على فكرة يمكن الأخ عاشور ذكر هذه النقطة. يعني بصير، يعني إيش اللي بصير في الحالات هذه؟ بصير في ضغط، يعني في من البول والبراز بيكون المشكلة في الظهر أكثر منها في الرقبة، وفي ضغط على العصب اللي بيعمل تنبيه لعملية والإحساس عندنا بالبول والبراز، يعني فبطل الإنسان بصير في ضغط ببطل يحس. فبالتالي لا شعوريا بصير بالضبط، لا شعوريا خروج للبراز. في الحالات هاي لازم المريض يعمل عملية، لازم، يعني ما فيش لها حل الآن. خلص وصل الضغط على العصب وبطل. طيب. المريض يحس. ناخذ يعني مكالمة وبعدين حأرجع أسألك عن مسألة الرقبة وخدر اليدين، عدم الشعور في صحيح. الإحساس أو الأعصاب في اليدين. معي اتصال من السعودية، الأخ عبد الحفيظ. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي. يا غنى عندي لما نمشي الجرائم بتاعتي بتخدر، تخدر خدرانة تموت يعني. عبد الحفيظ معلش، خدران أخي ممكن توضح أكثر؟ عندك خدران في اليدين؟ في الأرجل، في الأرجل في الأرجل، في الأرجل. نعم نفسي. أيوة لما نمشي، لما نمشي لما نقوم ماشي صحيح. نفس الفكرة صحيح. ماشي الأرجل تخدر صحيح. نعم. صحيح. وأول خمس دقائق تاني أبقى كويس. الخدر بيروح وبيرجع. الاثنين الاثنين. ايوه يعني اقيم مسافه طويله ما اقدر، مسافه طويله اكون واقف ما اقدر، يختخدر. صحيح. امشي تخدر. صحيح. ايوه اول خمس دقائق ثاني ارجع بتاعتي تبقى كويسه. قديش وزنك؟ ها؟ وزنك. نعم؟ وزنك، وزنك كم وزنك؟ وزني انا والله كم 90 كيلو كان. قديش؟ 80 كيلو؟ 80 كيلو ونص. 90 كيلو. 70 90 كيلو. 90 يعني يا اما انا سمعي صاير ضعيف يا اما الصوت مش واضح من السماعه. وقديش عمرك؟ اشكرك. كم عمرك اخ عبد الحفيظ؟ عمري انا 60 سنه. 60 سنة العمر كله إن شاء الله. أشكرك على اتصالك أخ عبد الحفيظ. إذن الخدر في الساقين، مشكلة. نتكلم عن الساقين ولا نتكلم عن المشكلة اللي اليدين. عنده هو اللي عنده قضية، يعني هو حكى قضية كتير مهمة حقيقة، اللي حكى إنه في البداية ممكن ما يكونش في خضر أو يبتدي بخضر وبعد هيك شوي الخضر بيروح. شو اللي بصير؟ طب إيش اللي الخضر يروح؟ هو في البداية لما يكون جالس، لما يكون جالس بيكون في ضغط على كل الفقرات، الفقرات تكون قريبة من بعض وفي ضغط موجود على العصب، بس الضغط مش شديد، يعني هو محظوظ لأنه الضغط عنده مش شديد، الضغط بس بيصير في لحظة إنه الفقرات متقربات على بعض. فلما يبتدي المشي بحس في الخضران إنه لسه الضغط موجود. بعد خمس دقائق أو عشر دقائق من المشي الفقرات بدأت تتحرك، لما الفقرات تتحركت خف الضغط على العصب، لما يخف الضغط على العصب شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه ببطل يحس بالخذلان. طب وشو أسبابها كلها؟ الوزن يعني؟ يعني هو الوزن أو العضلات، ممكن عضلات البطن عنده ضعيفة جدا على فكرة. وما بتثبتش العمود الفقري. وجود يعني كرش أو وزن زائد في البطن مهم جدا، يعمل هو السبب الرئيسي. يعني ضعف عضلات البطن اللي هي الوزن الزائد في منطقة الكرش. نعم. هذه كمان مهمة جدا، يعني بتسحب، يعني بصير في عدم توازن في العمود الفقري، العمود الفقري بينسحب إلى الأمام، فهذا بيؤدي إلى الضعف والفقرات بصير. نعم. أقرب من بعض. يعني النصيحة الأولى تخفيض الوزن، تخفيف الوزن، تنقيس الوزن. وبالنسبة يعني أخونا هو حكى أنه بيبتدي بخذلان، الخذلان بيروح بعد بيرجع مرة تانية. ليش بيرجع مرة تانية؟ لأنه بيبتدي ضعف العضلات يأثر في هاي. هل له علاقة بالأعصاب؟
هو على العصب، المشكله كلها على العصب، ضغط على العصب، على العصب. هو الخذلان اللي بحس وين من وين جاي الخذلان؟ الخذلان جاي من العصب مضغوط هل عليه. هل هي تحتاج عمليه دكتور؟ لا، هو في مرحله بسيطه جدا يعني. في المرحله الاوليه. امتى بتحتاج العمليه؟ لما يكون فيش احساس في المنطقه تماما نهائيا او يكون بدا يصير فيها شلل، تضعف العضلات بشكل كبير جدا. ولو صار عمليه ممكن ترجع الاحساس يرجع؟ العمليه بترجع بخفف الضغط عن العصب. العصب بالضبط زي ماسوره الميه، زي خرطوم الميه، لما اضغط عليه مش الميه تبطل تنزل من الناحيه الثانيه. لما اشيل الضغط بتبتدي الميه تنزل. بتبتدي تنزل في الاول ببساطه، وبعد هيك بتبتدي تزيد. الرقبه دكتور، كثير من الناس بتعاني من مشاكل في الرقبه. صحيح. بس ما علاقه الرقبه بالخدران في اليدين؟ بنفس الفكره. الاعصاب ايضا في انا عندي عصب بسموه البريكر بلكسس، اللي هو نازل من الرقبه وبيغذي منطقه الذراع كامل. الان اذا في غضروف في الرقبه، وين بصير الضغط؟ على هذا العصب. كمان بالنسبه للرقبه في يعني عدد اثنين من الاعصاب. في العصب اللي بيمشي مع اصبع الابهام بياثر على ثلاث اصابع الابهام والاثنين اللي جنبه، والعصب الثاني اللي بياثر على منطقه الاصبع الاصغر في الجسم. فهاي المنطقه يعني احيانا بقول لك انا المشكله اللي عندي بس خلل او خذلان في هاي المنطقه، بيكون الضغط بس مأثر على هذا العصب، او خذل في المنطقه الثانيه بيكون الضغط مأثر على هذا العصب. واحيانا بقول لك انا والله الخذلان في الايد كلها، لما يكون الخذلان في الايد كلها بيكون الضغط في المركز على العصب في الاول. هاي نقطه. في النقطه الثانيه كمان بديش اخلط ما بين الخذلان اللي بناتج عن مشاكل الفقرات في الرقبة والخذلان اللي ناتج عن مشاكل الإيد الأخرى. يعني أحيانا في مرضى السكر مثلا، مرضى السكر بقول لك أنا عندي خذلان في الإيد، من الإيد كلها فيها خذلان. بس هي نتيجة أمراض بالضبط. عضوية. في كمان بيكون في ضغط على العصب. من وين جاي؟ مش من الرقبة الضغط جاي، جاي الضغط من الكوع مثلا. أحد المشاركين الست طيب ذكر أنه في مشكلة، عمل عملية مرتين عملية ولكن الألم ما زالت مبرحة وموجودة، هل معناها أنه العملية فشلت أم يعني ما الذي حدث؟ حقيقة أنا يعني ما شفتش العملية عشان أقدر أعلق على العملية شو اللي صار. بس شو اللي بصير في معظم الحالات هاي؟ اللي بصير أنه لما نشيل الغضروف بصير بين الفقرات فراغ. لما يصير في فراغ بين الفقرات، الفقرة يا إما اللي منها فوق الأعلى بتتأثر، أو الفقرة اللي منها تحت بتتأثر. اللي بصير في الحالات الآن شو اللي بيعملوه الآن اللي بيعملوه لما يعمل عملية ويفرغ المنطقة والغضروف بيشيلوه بين الفقرات صار فارغ، بيعملوها حقن بالعظام. في عظام صناعية الآن بيعملوا حقن بالعظام. هاي واحدة، وهي متقدمة جدا وموجودة، أنا اللي بعرف موجودة في مصر وفي تركيا موجودة. الشغل الثاني انه بيثبت الفقرات، بيخليهم المسافة بينهم متساوية عن طريق مسمار او مسمارين بيثبتهم. هاي شغلة واحدة. فممكن يكون اللي صار عنده انه شال غضروف ما صارش فيه تثبيت، الفقرة اللي منها واعلى تأثرت او اللي منها واسفل تأثرت. هاي واحدة. الشغلة الثانية كمان مش انه شال الغضروف معنى ذلك انه انتهت كل المشاكل، لا. لازم يعمل عملية العلاج الطبيعي، مهم جدا لتقوية كل عضلات البطن والظهر. وماذا عن الألم؟ الألم شو السبب للألم؟ يعني الألم اللي موجود في المنطقة إنه عنده عضلات ضعيفة وفي ضغط على الفقرات مستمر. فبالتالي تقوية العضلات مع العلاج الطبيعي مع التمارين اللي بيعملها، شو اللي بصير؟ بصير إنه في صير توازن. يعني بصير العمود الفقري مثبت، العمود الفقري مثبت من الأمام والخلف بمجموعات عضلية. الآن لما أقوي المجموعة العضلية من الأمام والمجموعة العضلية من الخلف، بقدر الإمكان بصير في تثبيت. النقطة الأساسية أحيانا بعد العملية شو اللي بصير؟ بصير في التهابات، ممكن الألم سببه التهاب. فعشان لازم يرجع للطبيب لازم يراجع يوصف له الأدوية ضد الالتهاب. يعني مش مش دائما يعني مش دائما نحط اللوم على العملية. لا لا هناك لا لا. في أسباب أخرى ولازم متابعة أيضا، ولازم نتابعها. وفي الحالات هاي بنعطي للمريض الأدوية ضد الالتهابات. نعم. اسمح لي أخذ اتصال من الجزائر، الأخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا، تفضل. السلام للدكتور الكريم مدام. الله يسلمك يا دكتور. من فضلك، عندي الشيخ بويا يعني الأب تاعي، وبلغ من السن 87 سنة. نعم. الله يعطيه الصحة. ويعني يشتكي كثيرا من الرجل اليسرى. صحيح. يعني من ابتداء من الأصبع حتى الفوق، يعني حتى الفخذ كما
لاكويس كوتي غوش. نعم. حتى منطقة الفخذ عرق النساء. عرق النساء. ماذا قالوا له بلي احنا ما احنا نقولوا بون فرونسي يقولوا لسيلو نيرسياتيك وحنا يقولوا بالعربية عرقلاسة. عرق النساء. عرق النساء بالضبط. أما على باليش يعني ما نوشويك مش لازم يعني نديروا له عملية ولا كاين يعني طب بديل واحد آخر باش يعني نخفوا عليه الألم. شكرا جزيلا أخي ماشي. ونتمنى للوالد الصحة إن شاء الله وطول العمر. اتصال أيضا آخر من الجزائر الأخ فضيل، أهلا وسهلا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا وسهلا الدكتور المرافق لك في هذه الحصة هذه. تفضل تفضل. يعني من يعني اهتمامنا يعني بالشيء اللي اقترحته يعني ألام الظهر الشائعة خاصة في المجتمع الجزائري. ربما الحكيم يعني اتطرق إلى السجود وحتى الركوع، حكيم يعني إضافة في الركوع عندما تكون استقامة تامة على القائمة 90 درجة ومد الوجه يعني بطريقة يعني للصلاة بعد في حد ذاتها يكون راحة للعمود الفقري. يعني أنا شفت ربما هذه الظاهرة الأكثرية عند الانحناء في الركوع ما تتمش العملية على شكلها الطبيعي أي 90 درجة واستقامة الظهر. ويعني عندنا يعني هذه الأمراض هذه حكيم ربما ذلك الإضافة هي تنشيط العضلات يعني بالنسبة أنا عندي طريقة هي بالزيوت زيت الزيتون الدلك بخفة وتنشيط الحركات يعني زيت الزيتون. نعم للأسف انقطع الاتصال. أشكرك على هذه المعلومات. كما ذكر دكتور أحمد أيضا أنه مسألة الركوع والسجود أيضا يعني الركوع والسجود يعني حتى مهم في جدا. الغرب الآن أصبحوا يعترفوا بهذه الأمور بالزبط. واكتشفوا أنه نحن سبقناهم في ذلك في يعني في أبحاث في علاج في أو تخفيف علمية. الآلام يعني في بحث علمي أنا في بحث علمي عمل في الكويت حقيقة ونشر في بريطانيا يعني كنت أنا طلعت على البحث وكان فعلا آثار الصلاة على ألم الظهر كان كتير كتير ممتاز جدا بالتصوير الإشعاعي يعني كل حركة أكيد. عملها بتصوير إشعاعي. الأخ أحمد من الجزائر ذكر عن حالة والده يشكو يعني من ألم عرق النساء. ياريت أولا تنصر. الله يعطي والده الصحة يعني 87 سنة زي ما فهمت يعني عمر كبير والله يعطي السنة الله يعطي الصحة. يعني يعني اكثر الظن عندي انه الرجل الكبير السن صار في عنده اولا المشاكل الغضروف استخدم بشكل من الاشكال استهلك وصار في كمان ضعف في العضلات. وانا في هذا السن حقيقه يعني انا مش مع انه احط رجل في كبر السن بهذا الشكل تحت عمليه جراحيه يعني لا يحبذ ان يتعرض لعمليه يعني دائما انا بحاول انصح المرضى في هذا الشكل يلجا الى العلاج الطبيعي شغله واحده. ولوالده يكثر من السجود اذا كان عنده المقدره على السجود على السجود يعني في الحاله هذه اذا كان عنده المقدره على السجود الاكثار من السجود راح يساعده جدا لانه راح يقلل الضغط على منطقه الرابعه والخامسه بالذات اللي عنده مشكله من عرق النساء اللي عنده يعني عرق النساء الساتيك نيرف زي ما حكى. نعم بس هو ذكر ايضا لو في بعض العلاجات الطبيعيه أنا بنصحه بالحجامة كمان حقيقة. الحجامة أثبتت في هذا العمر؟ في طبعاً طبعاً. الحجامة يعني في هذا العمر بالعكس مفيدة جداً يعني أنا بنصحه تماماً. وكمان في بحث إيراني عن الحجامة علاقة الحجامة بألم الظهر والعرق النساء وطلعت البحث كان ناجح جداً جداً ومؤثر جداً وعشان هيك كثير جداً من المرضى أنا بنصحهم يعملوا الحجامة حقيقة. في حالة ألم الظهر السفلى. نعم. يعني ألام الظهر عموما معظم ألام المفاصل ألام الظهر الجهاز الحركي أنا بنصح في الحجامة باستمرار. نعم. موضوع استخدام الزيوت وتحديدا زيت الزيتون هل يعني فعلا يؤثر ويساعد طبعا في قضية استخدام الألام كله بيرجع للأسباب. يعني ما يجيش المريض يقول لي والله أنا في عندي غضروف انزلاق غضروفي تروح تقول له اعمل زيت الزيتون تدليك شو اللي بصير بكون الالم ناتج عن شد في العضلات. ما هو اصلا لازم المريض يعرف انه عنده انزلاق غضروفي اصلا لازم يروح للمريض اكيد اذا كان المشكله عباره عن شد في العضلات انا تماما مع الاخ وزيت الزيتون لا غبار عليه. يعني طبعا شو اللي بيعمله بينشط الدوره الدمويه في العضلات وبيفتح العضلات كمان الصغيره هاي شغله كمان حتى لو في مشاكل في العظام تنشيط الدوره الدمويه في العضلات بتؤدي إلى تغذية العظام أكثر بالدم مفيدة جدا
بس إذا كان في غضروف لا يعني صعب إنه زيت الزيتون والمساجات اللي بيعملها المريض تساعد في تخلص الغضروف. هذاك بصير بده تدخل طبي أو أيضا جراحي يعني أو جراحي. تدخل نعم. تدخل جراحي دكتور يعني. تعبناك اليوم لا. واليوم عندنا حر كتير يعني خاصة بالاستوديو. شكرا لك دكتور أحمد عايش يونس أستاذ الأعصاب والتأهيل بجامعة لندن. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، شكرا جزيلا على مشاركاتكم معنا، وإن شاء الله يعدنا الدكتور سنلتقي معه قريبا، لا أريد أن أحرجه الآن إن شاء الله، ولكن قريبا سوف يكون معنا للحديث أكثر عن هذه المعلومات الهامة واللي نستفيد منها جميعا. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.